الأهالي النساء الأطفال الرضع في هذا المكان. طبعا صار لنا يومين احنا الجيش متعسكرين في كلب دارنا. هالسعيات جابوا لهم اكل وقالوا للموجودين لهم عندنا يومين الجيش، اطلعوا السكان اللي في كلب العماره لانه احنا هون شغلتنا مطوله، بدنا تقريبا 10 ايام. فلمينا حالنا والاولاد الصغار وكلياتنا وطلعناها من الحاره الشرقيه لحد ما احنا وصلنا هون مشي، هاي تقريبا ان ما يقارب الساعه ماشيين. شو اللي بيصير جوا في الحي؟ اللي بيصير طبعا البيوت دمار شامل، كسروها، لا خلوا اثاث، لا خلوا بلاط، لا خلوا بواب. اي شخص بفوتوا عليه على كلب الدور بضربه، يعني معامله يعني صعبه اوصف لك اياها. شو محتاجين الناس؟ يعني هذا الولد اجتياح غير مسموح. هذا الولد صار له يومين مقطوع من الفوط والحليب، هذا بشرب حليب شايف، اليوم بكى تغلينه بينسون.